بونجور تو الموند، كيما وعدتكم المرة اللي فاتت قلت لكم باللي راح نخدم لكم طريقة باش تكتبوا تعبير كتابي هذا فيما يخص السنة الخامسة. اليوم راح ندير لكم نموذج، وفي الفيديوهات اللاحقة ندير واحد اخرين بنفس الطريقة، ونحط لكم نموذج. من خلال النموذج راحين تطبقوه وتتحصلوا، يعني اي تلميذ يقدر يتحصل على فقرة جيدة من خلال النموذج. نتبعوا مع بعضنا، نشوفوا الأسئلة. سؤال دراسة النص الأولى كان إكري اون بون، شوفوا السؤال. دونز ان باراغراف دو كيلك لين ديكري تون انيمال دو كومباني. هذه بالك لا تخوازيام اتيود دو تكست. Tania Ken, tu as un chien comme animal de compagnie, décris-le en trois lignes. Ou la première étude de texte, Ken Soel Taha, dans un paragraphe de quelques lignes, décris ton animal de compagnie. Hada hisb el barnamj ta'kom, عندكم في المشروع الأول عندنا وصف الحيوان. نشوفوا المقترح اللي عطيت لكم. حطيت لكم هنا لا بواط اوتي. جينيرالمون في الامتحانات تاع السنه الخامسه كاين لا بواط اوتي، يعني علبه للمساعده. هذه العلبه مليحه بزاف باسكو تلاميذ مازالوا صغار، عندهم الاخطاء الامليه كثير. في مع كتابه العلبه هذه ولا المصطلحات اللي فيها، فقط التلميذ لازم يكون على باله بالمعاني تاع المرادفات. طبعا عندكم 3 شهور انتم تقراو في نفس الكلمات، رايح يكون عندكم رصيد لغوي. بون، هنا عندنا القائمه الاولى هي الحيوانات المقترحه اللي ممكن، انا حطيت لكم اللي ممكن تلميذ رايح يكتب عليها. اقترحت لكم لو شا، اقترحت لو شيان، لو سانج، اي لو لابان، القط، الكلب، والقرد، والارنب. عندنا القائمه الثانيه تاع لي فيرب، الافعال اللي لازم نلقاوهم في التعبير خاصه في لا ديسكريبسيون. عندنا لو فيرب افوار، وعندنا اتر، عندنا سو نوغير يعني يتغذى ولا ياكل، عندنا سابولي يسمى، عندنا ايمي يحب، جوي يلعب، دورمير ينام، غرامبي يتسلق، صوتي يقفز، سورتير يخرج، اتخابي يمسك. القائمة الثالثة اللي هي الأعضاء، هي تسمية لأعضاء ولا الأشياء اللي يمتلكها الحيوان. عندنا أوغاي، عندنا لي بات، عندنا لا كو، تاش، موستاش، بوال، فورور، ما، جامب، دون، زيو، بوش، اي لو ني. عندنا القائمة الأخيرة هي خاصة بالصفات. عندنا بوينتو، بيان سور لي زاجيكتيف هنا لازم يكونوا ضروريين جدا في الوصف. بوينتو، بلونش عكسها نوار، بوالو، جونتي عكسها ميشان، انتيليجون، كوبون، مينيون معناها بو ولا جولي، ابلاتي، روند، بوتي عكسها غران. بون، نروحوا للحال. اول شيء نعملو به هو نستعملو جمل بسيطة. ما ننساوش احنا رانا في السنة الخامسة. الجمل البسيطة لازم التلميذ يكون يعرف باللي دائما البداية بلو جروب نومينال سوجي، عكس اللغة العربية. اللغة العربية كاين جمل اسمية وكاين جمل فعلية، وعادة نبداو الجملة بالفعل. في الفرنسية دائما الفاعل يكون قبل الفعل. نتبعوا القانون هذا ولا التركيبة هذه. نبداو بلو جروب نومينال سوجي، بعدها نستعملوا الفعل باردون، ثم المفعول به مباشر او غير مباشر، او ما يسمى هذه المجموعة الاسمية تأتي، الفعلية تأتي بعد المجموعة الفعلية. بهذه الطريقة راح تحصلوا على جمل بسيطة وخالية من الأخطاء وفقرة جميلة جدا. بون، نروحو. قلنا راح نديرو تعبير على أول حيوان اللي هو لو شا. لو شا، القط، كامل نحبو القط، القطط، راح نستعملو لو شا. نبداو الجملة الأولى. مون شا، نقولو مثلا مون شا قطتي، ولا قط مذكر هنا قطتي،
Mon chat. Stemlo le verbe être, rolo est très mignon. حنا رايحين نوصفو إذن بدينا الوصف قلنا باللي القطة تاعي هي جميلة جدا نقطة نروحو بداية السطر هذه كمقدمة نروحو لبداية السطر نقولو عندنا لو فيرب سابولي جانا الفعل سابولي نذكر اسم الحيوان il s'appelle مثلا ميمي La Minouche. Il s'appelle Minouche. L'ism ikhtiyari. Bon, donc on va aller les choses qui sont mises avec cette القط مميزات القط اللي عندك مثلا عنده نقولوا عنده il a دائما هنا نعوضوا لو شا مذكر نعوضوها بالضمير il نتجنبوا التكرار من ماشي كل الفقره كامل راح نستعملوا مونشا مونشا مره على مره نحطوا الضمير المناسب نقولوا il a مثلا نبداو il a une il a une tête نبداو بالراس عنده راس اون تات كيف هو مثلا نقدروا نوصفوا الشكل تاع الراس عندنا غوند راسها دائري اون تات غوند مثال واش عنده ايضا القط مثلا عنده لي زوغاي عنده دي زوغاي بوينتو il a facela مباشرة مثلا قولوا أذنين صغيرتين دو بوتيت زوغاي نقدر نزيد الصفة هنا كيما نقولوا ليكسبونسيون نقدروا نديروا ليكسبونسيون دو نو انا دو بوتيت زدنا ادجكتيف نقدر نزيد ادجكتيف ثانيه قبل وبعد الاسم دو بوتيت زوغاي بوينتو مثلا عندنا عادة نوصف العينين il a il a نقدروا نقولوا des yeux bleus ou là نقولوا il a نديروا l'expansion دائما de grands yeux bleus يعني عنده عينين كبيرة وزرقاء اللون أني أبلاتي مثلا عنده دو لونغ موستاش هنا بالنسبة للأعضاء اللي يمتلكها عندنا حرية نقدروا نديروا خمسة نقدروا ستة على حسب الموضوع هو قال لك أربعة أسطر إذن نقدروا نتوقفوا هنا يا نقدروا نتوقفوا ولا نزيدوا صافوغيغ نهضروا على لافوغيغ هاي عندنا هنا لافوغيغ وعندنا اللون تاع لافوغيغ مثلا بيض صافوغيغ et blanche اللي عنده امكانيات يكمل يقول كوم لا نيج مثل الثلج كوم لا نيج هادو هما لي زيكسبونسيون هادو لي زيكسبونسيون سو سون دي مو كون اجوت او كوتي دي نو سو كون ابل سي سو كون ابل ليكسبونسيون دو نو هنا عندنا نقدروا نديروا لي فراز تري صوبغ يعني جمل قصيره ونقدروا نديروا دي فراز ديتايي افيك دي غروب ديتوندو
surtout dans une description ou un portrait ou un récit minutieux. Bon, هنا نتوقفوا. في الاخر نقدر نقول ولا نكمل هنا نروحوا لواش ياكل. Il aime manger les sardines. C'est un carnivore, bien sûr. Il a mangé les sardines. Là, on a le verbe manger, jouer, dormir. Il dort dans une corbeille. هذه إضافة من عندي أغني دو دونتيل ما كانش في لا بواط أوتي دو دونتيل. في الأخر نقدروا نعطيو ان سنتيمون. جو لام بيان.